خد جيب الهنا والشفا. اي اوامر تاني ست صباح؟ اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبدالله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. عباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني يما. احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعة ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعة ونص كاملة؟ ساعة ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزة اخرج من كل التابوز وافكر out of the box. كفاية بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسة. معقول الناس زهقت كل يوم لحمة فراخ سمك؟ فقر النهاردة بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميلة دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزة بقى أنا أفكر بطريقة different. اختلاف. إيه بقى الاختلاف اللي أنت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان أنا عارفة حركات المذيعين دي. إطلاقا أنا بساعدك، يعني بسألك أسئلة كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري المشاهد العربي المشاهد الدولي يعرف مبادرة نيلي مكاوي. أوكي، فأنا كنت عايزة أكون كرييتيف وما عادش بقى أجيب لهم بطاطين وجو ده. بلا رخصة يا شيخ، بطاطين إيه؟ ففكرت إن أنا أعمل لهم محاضرة. مبادرة؟ أوكي، أعمل لهم مبادرة. وسميتها الفقير وأنا. الفقير وإنتي، هتعملي إيه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافية؟ سيبك من قصة المزايدة اللي مالهاش علاقة باللي إحنا بنقوله على الإطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي أنا كنت محضرة فيديو كليب، المفروض الناس الإعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. أيوة فيديو كليب. أنتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعة؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب. ها انبسطتوا بالكليب اللي انتوا شفتوه زي ما انا كده انبسطت واشرقبت عنقي؟ وبقول لكم ايه، نيلي نموذج من ضمن نماذج موجوده عندنا، ما بتعبرش عن طبقه ولا بتعبر عن جيل، لكن هي بتعبر عن ناس موجوده في حياتنا في ايام سودة، ايام غبره الحقيقه. سعيده ايام غبره. هو انت بتتريق؟ واضح ان انت ما فهمتش الفيديو كليب. انا ما فهمتش. انت ما فهمتش، بس انا متاكده ان التارجت اودينس بتوعي فهموا انا عايزه اقول ايه. يعني انت شايفه ان الفئات المستهدفه اللي انت بتعبري عنها او اللي انت بتدافعي عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده؟ رقص ضحك هزار يعني؟ انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبيه بتاعتهم، لقيت ان هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا وقالوا لعبت يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوه، وهم قاعدين يرقصوا وكده. فانت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيستمتعوا بيه. ايوه بالظبط. وفي نفس الوقت جواها بقى الرساله بتاعه المبادره. بالظبط، جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا، عملت لهم اغنيه كلها وجع والم وفيها رقص زي بنرقص. ايوه شغالين. بالظبط، وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا. انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي. عملت لهم شو. انت عايز تبقي مطربه صح او نجمه؟ خالص يعني خالص. اي دونت نيد تو اصلا. طب انا بس عندي سؤال، ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء؟ ما فهمتش.
انت عارف في كام نوع مساج؟ في نوع اسمه تاي مساج، ده بيوجع الجسم جدا. yeah. ايوه طبعا، فدي معاناه. في معاناه تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكله في اي حاجه وبتغير زغزغه افكت دي. ايوه دلة. لو هي بتغير من رجلها، طب دي تعمل ايه؟ مش دي معاناه؟ بعضها ازاي بالظبط؟ ما لازم نبقى منطقيين. بالظبط، دي معاناه. انت عارف انا بقعد اكتر من ساعه قدام الوان المانيكير عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهارده؟ لا انت كده ممكن ضوافرك تنمل. انت بتهزري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه يا جو. ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك؟ لا لا ما تقوليش كده، والله العظيم بتتقشر. ايه ده؟ طب وبعدين بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني بيكون في حاجه بتعالجه بس it takes long time. خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج، لانه مهم لازم نطمن. يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شويه، بس بقول لك بتاخد وقت طويل يعني. لا ربنا يستر بصراحه، ربنا يكون معاكي حقيقي. شكرا. فانا عايز اقول لك انه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني، ده مما لا شك فيه. طب انا هستاذنك لو سمحت، يعني اللي احنا عايزين ناخد تليفونات بعد إذنك. ناخد معنا أول تليفون، منال البهتيمي الناشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر. أهلا بيك يا منال. مساء الخير يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. منال قولي لي إيه رأيك في مبادرة الفقير وأنا اللي عاملها نيلي مكاوي، والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حمودة، يعني في إطار خدمة المبادرة يعني. ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازية العليا. بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس. كاري معلش أنا ما فهمتش، هي كده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزقططة، هسألها لك. منال نيلي عايزة تتأكد إن أنتي مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة. مبسوطة؟ طبعاً، ما هو أمثال الأستاذة من القردة والنسانيس هم اللي من غير شتيمة يا منال، ومش عايزين نغلط في الضيفة لو سمحت. لا 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 لا، أنتي أوفر قوي، احترمي نفسك. أنتي شايفاني مش محترمة؟ ليه؟ شايفاني ممسوكة بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا أستاذ يوسف؟ يا جماعة بوس ولا كبس ده إيه؟ أنا مش عارف يعني إيه بوس ولا كبس بصراحة. شكراً جداً يا منال على أي حال. معانا تليفون تاني، عم عيسى بيكلمنا من مطاي. إزيك عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يا أستاذ يوسف ده؟ يعني أنت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى، في النهاية خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد، ودي نماذج موجودة في وسطنا يا عم عيسى. معلش معلش، أنا همشي. مفيش حاجة اسمها تمشي، نهدى نسمع بس المتصل لحد الآخر. يا عم عيسى تاني، دي نماذج موجودة وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا إيه. دي نماذج مقرفة يا أستاذ يوسف. I'm sorry, I have to leave. لو سمحتي نيلي، ما فيش حد هيمشي، انا استاذنك نهدى كده، هناخد فاصل، لازم نتعود ان احنا نستحمل اراء المشاهدين، اكيد هيبقى في مع اكيد في ضد. لو سمحتي، شكرا جدا ليك يا عم عيسى، استاذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. تعم بشك؟ قول يا اخويا بالهنا والشفا. لا كفايه كده صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني بحياتك عندي وحياه امي، مش هقدر، انا لو اكلت معلقه تانية ممكن اموت. بعد الشر عليك. طب ده انا كان يجرى لي حاجه. بجد يا صباح؟ اه بجد، اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا. انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف. من الفرحة؟ لا من القشطة. مالك يا سي عبدالله؟ أنا؟ لا لا أنا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني، الراجل هيفيص مني. ماله الأستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي، مش متخيل الحقيقه. ناس كتير جدا عايزه تتكلم في موضوع المبادره والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجه ام فاروق، الحقيقه هي واحده من غلابه وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان بتتكلم عنهم نيلي. بالمناسبه الحاجه ام فاروق شاركت في الكليب ده، ازيك يا حاجه؟ ايوه يا استاذ يوسف، انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي.
خير يا حاجة؟ إيه مين اللي خد حقك؟ إيه اللي حصل؟ البنت اللي قاعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة، واللي حصل حاجة تانية خالص. كنا بنصور مع عادل إمام جنبكم في البليتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالوا لنا هيجيبولنا في البريك وجبة كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الآخر يجيبولنا 70 كفتة مقددين، ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا أستاذ يوسف؟ على فكرة انت جايبة كومبارسات. لا المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول، احنا ما كناش عارفين نمشي برا. اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي، واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الذكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي، بقول لك ايه؟ هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 ده؟ يا هو من بقيت اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مره. لا لا معلش، انا عايز اعرف ايه اللي مش عاجبك بقى انت كمان. انت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي اقلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل، واعملي لي اطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى، مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح، بتكلمينا من بيتي. يا نيلي الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت، الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟ الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي، ابقي حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروه فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه، الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي، ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليكي اصحاب هناك. انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي، ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر، واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها، وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي، ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح. يا حظك الاسود يا شرهان. يا حظك المهبب يا صباح. جت الحزينه تفرح، ما لقيت لهاش مطرح. طارت الشغلانه ام 5000 جنيه، المنحوس منحوس، ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكم؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكوا. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخس. خالتي احنا في المستشفى، مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رسيلي دلوقتي، وانا اكلم لك البوليس يجي ياخدك انت والخس اللي هترسيه ده. وسعي كده. تعالى يا بت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقى لي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. اخاف عليك ايه؟ وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقى لي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقى لي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه. ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء؟ دواء؟
سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي مأخرة جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمة عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب ليه اشرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي ميعاد دكتور. تبقى كلمني ها، يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت انت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتتفتفاف عادي كده تفو. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم تكفى. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت اكلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بداتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبيه بس بتطلع تطلع وبتنزل على ما فيش. لا 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 لا، اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول، يعني دي قليله الادب، دي ما تربتش ربع ساعه. ما انا بقول لك هي عصبيه. لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراحه، عماله تهزقك قدام الناس بصراحه، حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها ابيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. ظهر يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي، سرقت منك. وامتى؟ في كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين ثلاثه في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيت ايه اللي استريح فيه؟ انا هنزل الشغل فورا، سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاتره دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي تبع الحالة. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اه اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى اعدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد بالك من روحك يا سي عبد الله. شوف بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالي صباح.
صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريه. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس ده بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ اه مكتبك. اتفضلي. ده مكتبك. وحيات أمك. إيه؟ يعني شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعة شغلك إيه. شكرا قوي. شكرا. أوكي. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم. أنا شريهان زميلتك هنا إن شاء الله. الله 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 يا رب. الحمد لله يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير. لا كتير بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله على الحمد لله يا رب. شاور. هاي سو. هاي نالي. انت كنتي فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معادنا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ اه عشان الانترفيو. ده انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنتي بتقولي ده؟ يو ار هيلاريوس. بس يو لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا. ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض. ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده؟ اكتشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج. بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينه. ايوه. وكانت الناس بتقول لها ياسمينه السمينه. ايوه. يو نو وات سمينه از اوف كورس. يس. انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. ايوه بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ That's so weird. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. Never underestimate me. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ يس لمي تشيك بليز عشان عندي حاجه. البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنا. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب.
هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفة عبال عندك. سنترال يعني؟ سنترال. دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو؟ اي يا فندم؟ محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفان وهيعرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انت. انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل من المدير كده على طول؟ يلا يلا روحي. ماشي. إلسا استاذ فلايت. ازيك يا استاذ فلايت؟ لا استاذ بيئه. هلو مستر فلايت. اوفر دي كمان اوفر. ازيك يا مستر فلايت؟ حلوه دي راسيه كده. ازيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش، انا ما اقصدش جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك. مش انا اللي جبتها، انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان فهم مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت هم. ازيك؟ اهلا مستر عبد الله. الحمد لله. شيرين مبروك يا حبيبتي اول يوم شغل. ربنا يخليك. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شيرين. عارف شيرين دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. أنا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش يا مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وأنت كمان شريهان، لو عاوزة تتعلمي أصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس أنا وراه. حاولي يا حبيبتي، حاولي عشان خاطر. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفة مستر منير ده هيبقى إيه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونية. تاني هو في مفاجأة تاني هما اتنين؟ أمال أنا ملك الخلفيات. أسيبكم وأنا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم. طب يا أنسة شريهان أنا عايزك تركزي معايا كويس قوي. أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. محدش له دعوة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الخناقة دي؟ ملناش دعوة بقى يا سوا، عايزين نشوف فين سيف ده. ما تسألي كده؟ لو سمحت. هاي. هاي. لو سمحت هو فين سيف جه الحق؟ هو اللي في الخناقة هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفيني سجقة؟ بعد الشر حضرتك سجقة. إذا أنت زي القمر ده، بس مش عارف في فخدة هنا وبتلو يعني بتستوي بسرعة. بسم الله ما شاء الله حضرتك. إيه ده؟ هو الولد أبو عضلات كبيرة دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربية؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قاعد العربية. أنا مالي حضرتك، هو اللي فايق. معلش غلطت، والبني آدم خطأ. انزل كلمه حرام عليك. اطلع يلا بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي حكايه كفته دي. حلوه الكفته، اعمله كفته هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني حرام عليك. وانا مال انا؟ ما ينفعش انا وانت نتضرب. انا وانت هنموت كده، لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايتنا. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا بدل ما اكسر العربيه فوق دماغك. اكسر العربيه. الو. ايوه امي. لا ازاي حضرتك عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. لا بجيب سجق او كفته. ايوه ماما.
امي ادعي لي يا امي. وادعي لشريف، ادعي لشريف اكتر مني لانه محتاج الدعاء دلوقتي. تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. انا كويس. طب الحمد لله. طمن امال قلقني ليه عليك يا اخي؟ عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد، في يعني احنا في قاعده زي انت دي. انت بتعمل ايه؟ بدول برتقال. بتدول البرتقال بتاعي ليه وتحط بقك في البرتقال بتاعي ليه يا شريف؟ في ايه؟ طيب بعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في حتتين قاعدين لوحدهم لو علقناهم وخدناهم وروحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. ما ده اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني. محني. سو الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم شوف انا اعمل ايه. اتعلم اشقف. تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي. خلاص جم وبيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سير دنت تيل مي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربوني انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب. يلا نمشي عشان ما نضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. Let's go. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا ورانا بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تف عليك ما تفوش. على فكره هتتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضرب. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها هنخش ونركب، لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. أنا نايم جنبك ولا إيش عرفني وأنا نايم جنبك أهو. طب اطلع شوفهم ركنوا ولا لسه. مش هينفع مش هينفع، أنا اتضربت كتير أوي النهاردة يا سيف، اتضربت كتير أوي يا سيف. ما ينفعش أطلع أنا، أنت قوي أنت قوي يا شريف، أنا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى اهدى اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ راجل هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ما انت اللي غبي، سمعنا في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هم منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها. اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان. مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. هيبهدلني ليه وانا معايا النسوان؟ ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هتنشهم. طب خلاص خلي في النص خلي في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. ليه؟ ار يو كريزي؟ نو دونت جو.
ليه يا بنتي دون جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دون جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نالي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عينه، رش في عينه. لو بصيت في عينه ده تترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب. انسه نيلي انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله. اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح فانا فكرتك احد افراد العصابه. بليز لو سمحت كفايه ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك. بجد كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده. مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني. معلش انا اسف بس. هو الدكتور قال لي انها تورم شويه بس قال لي انها تخف على بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيشي بالليل؟ هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه. البسيها البسي. طيب بصي يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه؟ معايا انا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني. انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكة. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكة لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكة. طب ثانيه، الاستيكة عليها فرولة ومتعضعضة من الجنب. متعضعضة؟ انا ما اتعضعضش الاستيكة عشان اعرف اهميتها، ما اتعضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الاستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكة دلوقتي. انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي عشان انا عارفة ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعة، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعة الثالثة ليا. للدرجات دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه، عشان انا ما ازعلش. ايه ده يور سو سويت. اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني. ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. اتفضلي. انا كنت عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزاك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه؟ يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك. لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه. وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليكي حته برايه بمرايه، انما ايه جميله. ومعاك رقمي، كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي. اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي. يا حمزه حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزه. الشنطه مع حمزه. يا حبيبي شقي شقي شقاوه، خدي الشنطه يا حبيبي. بصي سيب يا حمزه، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي. عنده خصله حلوه قوي حمزه. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني انا مش هينفع اسيبك في الحاله ديت لو اوصلك يعني. مالها الحاله؟ في انا كويسه، انا بعرف اتحرك لوحدي على فكره. تمام خليك اقعد اقعد، مفيش مشكله خالص. وبعدين بقى يا حمزه في ايه؟ انا بلعب معاك؟ فين مامة حمزه يا جماعه؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكم كده؟ قدك انا؟ قدك؟
خلاص ما تزعلش مش هزعقلك تاني. دي ولا دي دي ولا سيف سيف ايه يا شريك؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهلات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. ايه يا شريف اللي انت عامله ده؟ انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تلاقيني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت؟ يعني ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكله في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجوا لنا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف انا جايبك هنا عشان ما اقعدش انا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده انا ما بحبوش، وما بحبش كلمه ديسكو. لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى اقول ديسكو. طب بعيدا بقى عن كل ده، احط طماطم ولا احط خيار؟ حط حته. فين؟ بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذ؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هنيك ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو دي مقابله قبل بيها خطيبي. هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بار؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا، وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركة شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن بعشرة. تشحن بعشرة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسة ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ اه. تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركه وانتوا موظبين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش ب100. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص. هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا لا خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي هاني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوبي دوبي دوبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. هنسى شريهان؟ ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجيلك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل التكييف عمال ينقط. فين انت هتحكي لي قصه؟ اقلع البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. ها مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اه اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الروب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. اه طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو بس
استغفر الله العظيم يا رب. الحمد لله على كل شيء. يا رب صبرني. أنسة شريهان، في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يخشي عليها حبيبة خالته، بينها بدتلك في القفص يا بنت. إيه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، إيه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابسة فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعة شماسي بتفرديها يعني؟ ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اقسى عليكي تانية هتقوليلي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبالك لقمة يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبالي اكل هنا في الشركة اكل؟ امال هجيبلك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانة بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغة دي؟ احنا هنا فين؟ في شركة ولا في مولد؟ انا اسفة قوي يا مستر منير، وبعدين انا معرفهاش اصلا. انت مين يا ابلة؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وما بكلمك. ماشي. انا مش كل شوية حد يجي يزورك في الشركة، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفينار؟ ايه يا اخوي؟ مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام، انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان، ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي؟ انا بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت، انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ مدير يا خالتي ابوس مديرك؟ الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن مدير. في ايه؟ الحقني مستر عبد الله. ست صباح، اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط. اتهنت والله. اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك، مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا، وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هانم ان الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جايه، بس البت الغلبانة دي صعبت علي، قلت اجيب لها حاجة تتوتت بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان، يعني تجيب البنت لقمة وما تجيبليش انا؟ ودي حاجة تفوتني يا سي عبدو. استنى بس، ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروط براحتنا. اتفضلي يا هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سي عبدو؟ شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقولك انت هتحسي بنفسك. حاضر، من عيني يا سي عبدو. هروح أأكل سي عبدو الأول وبعدين أبقى أرجع لك. مش هتأخر. ماشي يا خالتي. أوي. اهلا اهلا شريهان. ايه يا عم؟ حبيبتي عامله ايه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف انا عايز اقول لك على حاجه، لو عوزتي اي حاجه صغيره او كبيره ترجعي لي فورا او لمنير. ماشي. هي في بس حاجه واحده. طب انا استاذنك لاني مشغول جدا دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ، تخرب بيتك. ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف، كان معانا في الكافيه. انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. ده شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح.
كان بيت معاك وواخد الروب بتاع مامتك ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه سموذي؟ لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. انا اجيب كحليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني، طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا عشان انا سريعه عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايه بس خليني اتأكد من سبيلينج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه. اوكي قاف قاف. يا لهو سريعة سرعة اسرع واحدة. قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيف. اهدى شويه يا سيف، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعملي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت سابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس اهدى اهدى، اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى بتاع. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري بالراحه. على فكره انت موترني جدا والمشكله مش عندي. امال عندنا يا عم؟ المشكله عندنا، عندنا المشكله. خلاص معلش. المشكله في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح، انا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف ازاي يعني؟ هو هو لا اي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك انت مختلف، على الاقل انا عندي زاد انت ما عندكش. مفيش حاجه اسمها زاد. انا مش عارفه اشتغل على اللابتوب ده، انا عايزه اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربيه، هتنزل تجيبه لي ولا انزل انا اجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش انت، انا هنزل واعمل لك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وقت ايه؟ قليل الادب. دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. اه ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك عامه. لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش هنتأخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private.
ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي، دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حتة، دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبة اللي ورا، في شنطة العربية. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة. بالهنا والشيف، انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدان. طيب يا ستي الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلت كده. هتقابل واحده ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. ايه يا بنت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروحي تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلام على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلت. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسة على الكولون. فوتك بعافية يا سي عبدو. أنا ما كانش ليا تومية أبدا النهاردة مع الكرومب. مستنيني في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لحضرتك. الريحه دي ايه يا نسا؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك اصل الموضوع خطير بس الريحه اخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك احمر كده ليه؟ مضغوط يا نسا مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها، ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في المايه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي
انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعمل اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي ارجوكي. مستر منير مستر منير، ايه حاجه مهمه، ممكن حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانه عشان التكييف عندي بينقط ميه، وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحه طالعه لغايه بره. لا ايه ده، ايه دي بتزيد بتزيد. يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفى. هركب هركب يا عيني. ارجوكي اتفضلي ارجوكي. ايه ده، الواحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر، قول له حاضر قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ هو ده. ماشي وحياة امي اجيب اخرك. ويلكم تو ايجيبت، وي ويل ستارت 5 مينيتس اونلي. يو هاف كوفي؟ كوفي يس اوكي. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا، عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله مالها؟ وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون، يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره تغرق. اسمع منير، ايوه احنا مالنا؟ مش اول مره نعمل الشغلانه ديت، وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها تمام، بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس. اوكي شوفي بس موضوع الملف اخلص حالا. ايوه بلاش، ايوه بقول لك بيفهموا عربي. طبعا ويلكم. شوفوا لي شريهان فين. ايه ده، ايه ده، مين دول؟ ده الولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا خبياتهم. ولا شيل ايدك يلا. الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيب كوفي، في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا عرضت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت جوقته خلتي. ايوه يا خالتي، عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعبدل. خير يا خالتي؟ خير خير، زي ما تقولي كده في بيني وبين سعبدل لا قول، وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمنا حتى ريحتها، صح؟ ايه يا بنت، ايه المشكله يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكله طبعا، الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانه من الراجل الطيب، انا قلقانه من بيته السماويه اللي عامله لنا فيها كل سابه دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه ايوه ايوه، تفضلي تقولي لي بصي بقى، وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجي لك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم.
مساء الخير. بس معلش، هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراي. اوف يا لهوي، انت بتعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني يا عم. معلش، جاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل ايه جاكيت؟ انت جاي تخطف طفل، ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جايين نادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نللي. ما بتردش عليا في التليفون من امبارح، وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوتي اموري عسوله، قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوتي يا امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه طبعا. انا كويس جدا، بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت من ايه؟ انت حبيتها؟ لا انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف، ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه ايه؟ امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينه جايه. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. دي ياسمينه. مين ياسمينه دي؟ واحده كنت ماشي معاها زمان. دي جامده قوي، جامده قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى، لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمين، ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا ده اللي انت عملته معايا امبارح. ده عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه؟ افهم صوتك. عملت ايه؟ والله انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده، اديها لنا وهنحط لك الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خالص، ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك عليه؟ بتهزقك انت؟ ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه يا حيوان. ايه حيوان؟ ايه العصر؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا، السوسته جت في ضرسي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تلمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله، بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمه كميه الكومنتس عامله ازاي. كل الناس، بجد كل الناس، I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصوره. يا بنتي انتي مش فاهمه، دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلت لك يا سو انا مش سهله، انا مش سهله خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة، وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده، تحس إنها واكلة تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فقرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة، وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة، ما تنسيش. انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خشي في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك، عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس، عملتش حاجه غلط. ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب، اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيله ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميميه ونبقى اسره جميله مترابطه. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟
ابدا. الغايه في الموضوع يعني انا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. انا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. انا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. اخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي على غصتي. تس 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 تس. اي اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى. عيب يعني ده انا حبيبه. ايوه تيست. ايوه الله. ايوه تمام تمام. عمنا عمنا باشا انت مصور؟ مصور كوكو مصور حضرتك؟ ما توقفليش هل بقى توقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله ماشي؟ فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك تقعد لي هنا تخرج وتدخل والكلام الحلو ده ماشي؟ والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه. يا كريكا مفارش قهوه الفيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟ يلا العروسه وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقه نفسي يا سو. Such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي انت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people. مش فارق معاكي خالص ان ابوكي متجوز البيئه اللي اسمها صباح دي. ازاي يعني مش فارق معايا؟ اذا كنت انا من ساعه ما عرفت انه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بقصيش الجوازه يا نالي؟ سو بابي قليل الادب وبتاع ستات وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي. فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو. اللالي whatever. انا قلت سيبه يومين ثلاثه يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها. ايوه بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تس 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 تس. تشيك 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 مايك تشيك مايك. ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم محسوبك هاني. مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح. يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز. اه لا مؤاخذة احنا اسفين لو كنا ازعجناكم بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه ليه بتحطوا اسف كل حاجه بلينرز وشيكس؟ ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله. الاس دي مش بتاعه البلور. لا دي اس بتاعه الابوستروف اس. يعني الاس عايده على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. اقولي شيكس شيكس. أيوة. شيكس شيكس تيست. شيكس شيكس مايك. ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم محسوبك هاني. مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح. يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز. اه لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه ليه بتحطوا اسف كل حاجه بلينرز وشيكس؟ ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله. الاس دي مش بتاعه البلور. لا دي اس بتاعه الابوستروف اس. يعني الاس عايده على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. اقولي شيكس 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 شيكس.
تصنف في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنا يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده انا اقلعلكوا الابيض والبس عليكوا الاسود يا ولاد ال اطفوا. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زغروطة يا ولاد. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبه اللي احنا فيها. خير في ايه؟ في ايه يا انكر؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينه ازاي؟ بص البالونه اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثه. لا الاطفال اللي معاهم، والله العظيم يا انكر دول مش اطفال، استحاله يكونوا دول اطفال بريئين. من شويه واحد صغير كده جه يقول لي ايه، بص لي كده كانه بصت راجل كبير، كانه راجل مضغوط، قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو محلوسه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ قولي. دول قريبها. يعني ايه دي؟ يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي؟ حاجه بالظبط. ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي، من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته. بليز بليز يلا ننقذه. حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. الله، حضرتك بتتكلم بجد؟ انا طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب بتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلابسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. يا عم قول وانا قول. يا عم رش الدور. يا عم قول وانا قول. يا عم رش الدور. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا بتوع المزامير وصل من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا. احنا فريق الكوكواوا. للي حبيبتي معقوله جايه تسميني؟ بليز ابعد عني، انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ للي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك. حقها تؤذى فيها. تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you.
لو انت مش خايف على مستقبلك خايف على مستقبلي انا، خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي، حاضر، بس انت اوفر قوي، الموضوع ابسط من كده كتير. دي لو هتعدي وسع 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 لها دي، وقف اللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الأمورة اللي عايزة لها مليون صورة، يلا نعمل لها أحلى شبورة. واديني يا ابني سن وسنة. أهي جات العروسة. تعلن شركة مصر للطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها أحلى عروسين. وسع 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 وسع، اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا، العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية، سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الكور، يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الكوس. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير، احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير. احنا فريق الفوتواوا فوتواوا، احنا فريق الفوتواوا. للي حبيبتي معقوله جايه تنيني؟ بليز ابعد عني، انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عايزين الناس معاك في الشغل. ميلي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها، كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير، يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص، حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك، تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي، يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you، لو انت مش خايف على مستقبلك خايف على مستقبلي انا، خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي، حاضر، بس انت اوفر قوي، الموضوع ابسط من كده كتير. دي لو هتعدي وسع وسع وسع، لها دي وقف واللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الأمورة اللي عايزة لها مليون صورة، يلا نعمل لها أحلى شبورة. واديني يا ابني سن وسنة. أهي جات العروسة. العروسة جت، العروسة جت، العروسة جت.
نسألك يا من هو باكي ولا ايه؟ مش عجباني؟ ده انا مبهورة، ده انت مشرفني وسط الناس كلها. ايه الحلاوة والشيك؟ ايه ده؟ ايه الكشة الحلوة دي؟ دي فكرة القوقعة ولا فكرة ورق العنب؟ بصي انا سايبها مفتوحة يعني اللي عايز يشوفها ورق عنب هيشوفها، واللي عايز يشوفها قوقعة هيشوفها. الله تحفة تحفة. طب والنبي يا هني اعمل لي واحدة زي دي في فرح. لا يا عبيطة، في فرحنا بقى شايلك الافتكاسة الكبيرة. ايه؟ هنعمل الكوشة متحوطة بشجر الموز، والكوشة نفسها معمولة من قشر الموز. الله ما تزفلطش دي يا هاني، خطر. لا ما تخافيش، ما احنا هنرش نشارة خشب. الله عليك، مبدع يا هاني. لا بس في سؤال، مش كوشة الموز دي لو اتركنت شوية تسمر؟ ما انت عارف الموز لما يتركن لونه يغير معاه. يا بنتي ما دي بتنزل فريش يعني، واحنا عند المصوراتي يكونوا الناس بيقشروا في الموز. نورت بيتك يا قمر. تسلمني يا سعادة. بقول لك ايه يا اخوي؟ امري. انت هتوديني فين في شهر العسل؟ اختاري بقى يا ستي، عاوزة تايلاند ولا بالي؟ بالك؟ لا خد بالك يا سي عبدو، ما تكروتنيش. انا يا اخويا عايزة شاليه يا في مراقية يا كذا فلانك اللي في الساحل الشمالي. كذا فلانك؟ كذا بلانك. ايوه كاريناك. طب احسن اشوف لك حاجة في امون او الرواد. ده في الساحل الشمالي برضو. ايوه بس تاني يمين. المهم قوليلي بقى ايه الألاجة دي؟ حلو؟ حلو، ده هاكل منك حتة. مأجرة منين؟ مأجرة ايه؟ انا مفصلة طبعا. مفصلة منين؟ ده انا رحت مخصوص للترزي بتاع استاذتي وملهمتي غدا ابراهيم عشان يعملهولي، وقلت له ان انا عايزاه موف غامق عشان الاحداث. احداث ايه؟ معرفش، هي دايما بتقول كده في اي احداث. سلموا دلوقتي لحبايبنا اللي مشرفينا فقرة الكليب. الكليب ده اهداء لخالتي صباح. خالتي صباح اللي على طول بتقل مني وبتهني مع انها مني، بس معلش انا جلدي تخين وبستحمل. وجه الوقت يا خالتي اللي تعرفي فيه ان هاني الدبدوب فنان موهوب. وعقبال ليلتنا يا شوشو، العب يا ابن الكليب. أخدني معك بالجو الحلو، خليني معك السراح يا حلو. جمالك جمال مش عادي. شفتني وانا عصفورة يا سعادتو؟ ايوه. واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا. على قد ما شفت وعشت ايه مش قادرة أقولك، مكسوفة منك مش قادرة. بنشكر حبايبنا اللي مشرفينا ومنورينا، وكنت متأكد إن اللي بيتعمل من القلب بيوصل للقلب. والله يا ابني حران زهقان طهقان، ابعت مشوار اليونان والكعبك بالدكتور والنسوان مطلوب. الكعبك بالدكتور والنسوان مطلوب. انت يا ستي بتيها ابنك شغال حبيها.
بنحكيها. طب خد الكلام على خد الكلام على طول خد الكلام على دي تتهمنا بالقصور تتهمنا بالقصور. رمضان ابو العالمين خرج وخد سطرين يا سمير يلا اعمل هما الناس جعانه. ايه يا هاني المنظر ده؟ مش كنت عملت البوفيه اوبن؟ اوبن ايه يا بنتي؟ اوبن يعني مشاكل يعني خناقات يعني هتخرجي بطبقك وست غرز في راسك. لا برضك الناس تتريق علينا كده. تريقوا علينا ليه؟ يا بنتي انت مش فاهمه، كل علبه فيها سندوتشين جبنه رومي وسندوتش لانشون وكان زايه، ده غير بقى علبه الحلو. ايه ده في لانشون؟ طب ما تقول كده، ارجع لي يا ابني بالصينيه دي، طلع لي بقى كل سندوتشات اللانشون اللي في العلب، عبيها لي في اكياس وانا هوزعها بمعرفتي، واي حد هياخد لانشون ولا ايه؟ محدش فاهم حاجة. الأكل عجبكم؟ بالهنا والشافة. خدت لانشون يا حاج؟ لانشون؟ إيه هو اللانشون ده يا بنتي؟ اللانشون يا حاج اللي هو بيبقى مدور كده وأحمر، اللحمة يا حاج. لحمة؟ آه. لو في صالح حكي؟ لا في الصالح يا حاج طبعًا، اتفضل. اتفضل بالهنا والشافة. اتفضل يا مستر منير، انا عاده بدي كل واحد سندوتش لانشون، حضرتك اتنين. ايه بقى ايه الحاجات دي؟ انا ناس شريهان، انا ما باكلش، ماما كانت منع اي لحوم مصنعه تدخل البيت، علشان كده انا ماشي باللانش بوكس بتاعي. طب ليه حضرتك؟ ده لانشون صلاح وعبد الفتاح. مشكله اسامي يا ناس شريهان، دي وصيه لازم تحترم. كانت عايزاني ما اتخنش. الله يرحمها الست الوالده، حافظت عليك من فوق وطنشت من تحت. اتفضلي يا ماما ستة، اتفضلي بالهنا والشفا. يلا بنت يا نيلي، انا ما بطلعش اللانشون ده الا للغالي، خدي انت وصاحبتك سوا. شكرا، مش عايزه منك لانشون. وصاحبتي على فكره اسمها سو. ايه يا بنت التناكه بتاعتك دي بفستانك الاحمر ده؟ قسما بالله الفنانه بوسي لما عملت مارلين منوكه احلى منك. دوبي 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 دوبي، انت سمعتي بتقولي ايه؟ دي فاكره ان احنا في حفله تنكريه. يا نالي ايوه، بس انا كان فعلا نفسي في لانشن. سو انت بقيتي زيهم؟ بصي شايفه الست اللي بترقص فوق الترابيزه هناك دي؟ اطلعي ارقصي زيها كده فوق الترابيزه وعملي بطنك كده وقولي عايزه لانشن عايزه لانشن، اديني رمضان. انا قلت عايزه لانشن. ماما ميني ما تاكليش الساندويتش، نيان خذي هذا الساندويتش ما تخليهاش تاكله. الحلو يجيب الحلو. انت بقى هتلزقني. انا ما اكلتش يعني حتى ده. يا ميت هتدخل الفلوس دي بكره في حسابي في البنك باي طريقه إن كانت يا اخي. ده وقته. مساء الخير. مساء الخير. من فضلك بلاقيش الشاحن بتاع الموبايل عند حضرتك. وريني فين؟ اه عندي. تعالى شنهولك. طب انا افتكرت انا معايا تقريبا واحد في العربيه. ما انت مش عايز شاحن خمس دقايق عشان شنهولك، ما تقلقش. عند حضرتك شاحن؟ عندي اه. لما دخلت الفرح لقيت كل الموجودين بهوات، حتى العيال الصيع والشمامين بهوات. حضرات السادة البهوات، معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية ونجم الموال في الوطن العربي، اللي ولا واحد ولا مية يقدروا ينافسوه، اللي ولا 1500 يقدروا يهزوه. المطرب الوحيد اللي دعا إلى السلام وقال السلام عليكم. المطرب الوحيد لما يغني والدنيا برد تلاقيها نار النار النار. المطرب الوحيد اللي سأل على عم سلامة في شدته. معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية، بشرى لكل العيانين، جبنا لكم حكيم. وعيتنا زغل العيون نشأ لك يا النعيم.
جماله محدش يوم شافه لا انسان ولا جان. قمر 14 والله ربنا هيحاسبك على الحلف اللي لا لمسه وكلامي قلته. اه يا بخته يا رب وعيدنا سمي عيوننا شقلت كياننا على قلب سحره ده هياخدنا. سقفونا خلوا اليوم ده يعدي بالسلام. اسفين يا عرسنا احنا بنضحك مش قاصدين حد بنهزر وياك من الفرحة. لا انا فعلا بتكلم جد اللي لالمته وكلامي قلته. اه يا بخته يا رب وعيدنا زغلي العيون شقلب كياننا على فين بسحر ده هياخدنا. ازاي تاخدي مني المايك وانا بغني؟ انت مجنونه يا بنت انت. هو انا خدت منك المايك ولا انت؟ ايوه عشان تطلعي تتلزقي في الراجل انت والبتاع بتاعك ده. انت حبيبتي نتلزق فيه ده انت مخالتي كده. ايه اللي انت بتقوليه ده وما يعرفكوش؟ يا جماعه خلاص قلنا صلوا على النبي خلوا الليله دي تعدي على خير بقى. والنبي انتوا بقيتوا قرايب ونسايب في بعض. استاذ حكيم من فضلك مالكش دعوه بالناس دي لانها زهقتني في حياتي. وانا اسفه قوي اني خدت منك المايك في الاغنيه بس كنت عايزاك تعرف الحقيقه. ايوه بس ما كانش في داعي للنمر اللي انت عملتها قدام الناس دي. حضرتك مش فاهم هما بيعملوا فيا ايه. ما بس مش... بقى يا بنت انت هتحكي لي قصه حياتك الراجل مش فاضي. اخرسي بقى فضحتونا مش ممكن. استاذ حكيم مش عايزين نعطلك اكيد عندك افراح وحفلات وكده. يا اموره اتفضل فين. استاذ حكيم جاي يقعد معانا لحد الصبح عشان هو نجم شعبي يعني مننا احنا مش منكم انتوا. ده مغني عالمي غنى مع جيمس براون. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ حكيم؟ ما اعرفش الاشكال دي خالص. والله تلاقيه جه عشان انت رحت مسحتوا له البيت انتوا الاثنين. ما تلمي نفسك يا بنت انت. هاني ده اكبر نبطش متعهد حفلات فيك يا مصر. اساسا استاذ حكيم جه عشان بابايا انا. هو ده بابا؟ ايوه بابا. يا بابا يا بابا بابا 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 يا بابا. نسبة زيت معاه مش ممكن يعني بجد. انت بتعملي ايه يا وليه؟ مش انا اللي بعمل ده هو اللي بيعمل. هو وانت بتهببه ايه؟ الواد كان محظور وعايز يشخ والكنيف عندكم مشغول. يصير ورا المسرح ولا يصير هنا في المية؟ انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. بس يا حبيبي كفايه. ايه كل المية دي؟ هو شارب ايه؟ هيشرب ايه يعني؟ شارب ازازتين بير. اطلعوا بره البيت خالص. يلا بره. ماشي يا اختي ماشي. يلا امشي. يلا يا ابني يلا امشي بقى. يلا يعني اولع في البول ولا اولع في البيت ولا اولع في نفسي؟ ربنا يسامحك يا بابي. يا رب الزفته دي تعدك بالليل. نيلي انكل سليم تعالي. ايه ده حضرتك عامل كده ليه؟ واحد انتهز ان الموبايل بتاعي فصل شحن جابني هنا وقلبني سرق كل حاجه محفظه موبايل ساعه كل حاجه. واحد منين؟ من الشارع؟ من هنا. من دول؟ معلش يا انكل امباري سوري مش عارفه اقول لحضرتك ايه. طب تعالى اجيب لك حاجه تلبسها. يا ريت والنبي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟ انت
طب اقفي في دره ولا حاجه، استر على نفسك. وبعدين مين ده؟ مدير البحر؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ اتجننتي ايه يا حبيبتي؟ انت عايزين اكدب عينيا؟ واقفه مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ بتلعبوا استيميشن؟ يمكن كان بيعلمها فنون القتال. بس يا متخلف انت وهي، ده انكل سليم قريبنا وواحد من الزباله اللي انتوا عازمينهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه. لا حاسبي على كلامك يا حبيبتي وفرملي عندك، احنا ما نعرفش ناس زباله، وبعدين احنا شعرفنا، ما يمكن هو جاي لفرح مهاوي على نفسه كده. جاي فرح مهاوي ازاي؟ هو جربوع زيكم؟ ما تلمي نفسك يا حبيبتي، احنا ما نعرفش جرابيع، الناس اللي جوه دول اشرف منك واشرف من اللي تعرفيهم كلهم، على الاقل جايين بملبسهم. خلاص اهدي يا شوشو اهدي، خلاص يا استاذه نيلي احنا هنحل الموضوع ده. هو بقول لك ايه، مش يمكن يكون الواد ايمن قرده هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمن قرده؟ انا اضطريت غصب عني، ده مثبتنا انا مرتين يا هاني. طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ يا اما في بيتهم يا اما في شارع عبد العزيز بيفور الحاجه اللي معاه. ما تقلقش يا حاج، حاجتك عندي انا هجيبها لك. حاجه ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم. الحق عليا ان احنا عايزين نساعدكم. تساعدوا مين يا حراميه يا باور؟ باور ايه؟ نور يا ابله. Whatever. انا هكلم البوليس حالا عشان يجي يقبض عليكم. اعملي اللي انت عايزاه، انت هتقرفينا. الو بوليس، ممكن اعمل اوردر لو سمحت؟ عايزه ابلغ عن سرقه في فيلا عبد الله مكاوي. هاري سويت، هاي حضرت الظابط، ايه السيرفيس التحفه دي؟ انا لسه قافله حالا، جيتوا بسرعه قوي. لو سمحت انا عايزك تقبض لي على دي ودي والولد ده، اسمه هاني الارنوب. ارنوب ده ايه؟ دبدوب يا باشا. هو ايه اللي قبض على دي ودي ودي؟ لا يا باشا، انا اللي عايزه ابلغ عن البت دي، قفشتها في وضع مخل مع راجل، هتلاقيه متلقح هناك كده في دروه بملابسه التحتانيه. ايه قله الادب بتاعتك دي يا مجنون؟ ده انكل سليم. يلا يا سارعه يا بتاعت انكل سليم. بس بس بلاش كلام فارغ. انت عبد الله مكاوي؟ ايوه. انا معايا عمرو بالقبض عليك، اتفضل معايا. ليه؟ دي مراتي. انا مالي بمراتك؟ انت شركتك تملك باخره كانت طالعه من ايطاليا للصين؟ ايوه. اتفضل معايا عشان الباخره دي غرقت. طب وانا مالي يا فندم؟ وانا اللي سوقتها؟ لا، احنا مسكنا السواق. اتفضل. لا 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 يا لهوي يا خالد. اتفضل. طب لو سمحت يعني ممكن اقفل اللويه بتاعه بس يجي الاول؟ يا باشا ده عريس. يا لهوي بس بقى. هاي ويسو، ام فاين الحمد لله. مفيش مركب من بتوعنا غرقت في اوشن وعليها بضاعة كتير قوي، فالشركات اصحاب البضاعة هم اللي قدموا بلاغ في بابي. واضح ان في ناس وشهم حلوة قوي علينا. طب اديها بالجزمة دي ولا اعمل فيها ايه؟ خالتي استني بس، ما عندها حق الصراحة، ده احنا قدمنا محني، ده احنا جبنا ده غير راجل، ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي اقسامه هيسجنه. طب اخرسي بقى، اخرسي بقى واسكتي وتنيلي على عيني. قالوا لنا انه هيخرج بعد شوية، بس قالوا لنا هيخرج بكفولة، ده نوع من أنواع العقاب؟ كفالة؟ أوكي، إيه الكفالة دي؟ صعب. اقفل يا سود دلوقتي، باي. طب يا عبد الله بيه، أسيبك أنا أروح الحمام وبكرة الصبح نتقابل إن شاء الله. وأنت تستنى في الحمام لغاية بكرة يا منير؟ يا دوب يا عبد الله بيه. بنوي بنوي جوزي حبيبي، الحمد لله على السلامة يا صعب. الله يسلمك. شدة وتزول يا عمو. شكرا بنتي. بابي طلق الست دي دلوقتي حالا، دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم المركب غرقت، امال بعد 2 ويكس هتعملي فينا ايه؟ اوعى تصدقها يا سي عبدو، ده انا وشي حلو قوي. اوعى يا اخويا تطلقني، ده انا ادمي حلو، هي بس اللي من نفسنا مني شويه. انا ايه؟ ايوه من نفسنا مني، من ساعه ما شفتيني لابسه فستاني الفرح وانتي مش طايقه نفسك. بس 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 فستانك ده اسكتي خالص. اسكتي خالص؟ بقول لك ايه يا بنت انتي، انا خلقي في مناخيري ومش مستحمله ومش ناقصاكي، كفايه البتاع ده طبق على نفسي. ما هو طايق على نفسنا كلنا، انتي اللي مش متعوده. انتي مش عارفك يا بنت انتي، اذا كانت متعوده ومش متعوده. اسكتي يا ملزقه يا متفتفه. ايه ده؟ ما تقوليش ملزقه يا متفتفه. اسكتي النضيف. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش مصدق. هاو صباح، انا تعبان. سلامتك يا حبيبي. تجرى اروح.
يلا يا اخوي حطي ايدك في ايدي كده. بس كان نفسي نتزف الاول يعني يا سي عبده. مش مهم، ما تسمعيني زغروته يا بنت. ريحتهم رهيبه. نعم أموري، عايزة إيه؟ بقالك يومين ما بحلقالي، عايزة إيه؟ يا بنت أنت عيب عليكي كده، حرام ما تتريقيش عليها، ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده أنا سمعها الصبح بودني وهي بتغني آه لو لعبت يا زهر. آه لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده إيه ده؟ شفت؟ لا دي أكيد ملبوسة كده يا ماما. خلاص بقى شوشي فكيها بقى. أفك إيه بس يا هاني؟ احنا من ساعة ما عرفنا الراجل وهو حاله في النازل شكلنا بقى اندر قوي. وانتوا مالكوا يا بنت؟ هو قدره كده. انت بس توصي خالتك تقعد ايه جنبه، يعني تفكه تاخده في حضنها تطبطب عليه. الراجل برضه عريس جديد وفي ظروف صعبه ومحتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي. ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. بس نيان بقى. نيان مالها دي بتناولنا وليه؟ سيبك منها، نزل رجلك وحط الطبق على الترابيزه. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطه يعني فول على طعميه على بقسماط. مش قصدي يا غبي، قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ اللي ليه مش شغاله هنا؟ شغاله عند اصحاب البيت، انما انتوا ضيوف تقالوا خلاص هتمشوا. بقولك ايه يا بت انت، ده مش عايزه اتخانق معاك عشان الظروف اللي عم عبد الله فيها. هو فين بابي اصلا؟ انا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركه التامين. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ لو حد كلمك؟ الله انت مصرصايه يا بت انت ولا ايه؟ مش انت اللي بتسالي؟ بسال نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست الكل، حقك علينا. وانت بعد كده لما تلاقي بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص، ماشي؟ انت مالك انت اصلا قاعد متبرطع كده في الليفن؟ انت مين اصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي، عشان افهمك بلغتك، ماي اكس فريند، وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا عالم يا نحس. شريهان ايوه يا عم حالا. اوعى يلا شريهان. ايوه يا عمو. مش في ملف امبارح اديتهولك وقلت لي خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه وتعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى. لا مش هيوصل. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا. على فكره انت صاحبه البيت طبعا. اي نو، مش محتاج تقول لي. استاذ عبد الله انا اسف، شركه التامين اشترت تحمل الخسائر اللي على الباخره. الباخره اتحركت من مينا وكان عليها حموله زياده، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح، يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطه. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركه تامين كبيره زي حضرتك. لا هي كبيره، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطه ومشكوك في صحتها للدرجات؟ كل الكلام ده مش هيغير حاجه من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقه. اتفضل يا فندم. انا صرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح يا فندم. سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الاتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجتسكي وصيني كمان. ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص. تمام؟ قعد يزاوله في البحر، كسر عليه. يطير الولد؟ يطير روح؟ طب المنطق بيقول كده؟ فداه. في الثانية لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي
قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده. تعرف جاب فلوس قد ايه تايتانيك؟ كتير. ومع ذلك يا سيدي مساله بمنتهى البساطه يعني الحمد لله رب العالمين زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجت في شويه فلوس علينا وعليك مش اكتر. يعني ايه اللي حضرتك بتقوله يا استاذ عبد الله؟ استاذ عبد الله اتفضل. اهو اهو الملف اللي بيثبت صحه كلامنا مليون في الميه. اتفضل يا فندم. اتفضل. يا سامح بيه احنا شركه كبيره شركه عريقه. تمام احنا هنعيد التحقيق بس من وجهه نظر انا الشخصيه المسؤوليه على حضرتك يا استاذ عبد الله. لا معلش يا باشا ثانيه واحده مستر عبد الله ملوش اي علاقه بالموضوع ده. اشطر وامهر موظفه عندي اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. انا ايوه انت يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى ايه الكذب ده. مش دي الشحنه اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها وانا حذرتك بدل مره ثلاثه فاكر لما كانت المجاري طافحه في اوضتك قعدت تقول لي خلي بالك الحموله زياده المركب هتغرق قلت لي مالكيش دعوه خليكي في نفسك. دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. باخره بتاعت السويد يا عبد الله بيه فاكرها؟ الباخره بتاعت السويد لا دي كانت مسؤوليتنا واحنا تحملنا كافة المصاريف. لا 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 بتاعت سويد. أيوة. لا سويد ايه انا مش بتكلم عن السويد انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف به ته صح. دي واحده مجنونه جايبانها تسترزق في الشركه. مجنونه طب انا هوريك بقى الجنان اللي على اصله عشان انا كنت متاكده ان انت هتعمل مكيده في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا ادي نسخه من المستندات اللي تثبت كلامي ده. اتفضل عم ده انا هوريلك. ايه رايك بقى يا عمو انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رايي روح يا شيخ الله يخرب بيتك. شريف سيف في ايه؟ بكلمك كتير ما بتردش عليا وايه حكايه دقنك دي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجه كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي. انت عارف عايز اقعد عليه بروقان حتى اللابتوب بتاعي. سيف سيف مال بقك في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك احكي لي؟ حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف. بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر وانت عارفني انا على شعرايا. ماشي. ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكي لي انا صاحبك. مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي. كنت متأكد وقلت لك 100 مرة احذر البنت دي احذر البنت دي. انت هتستعبط انا انت ما قلتليش حاجة انت قلتلي امشي وراها البنت دي جامدة. طب ما هي جامدة فعلا ما تغيرش الموضوع. ايه المشكلة؟ نيلي خانتني يا شريف. شت خانتني داست على مشاعري واحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش وبعدين؟ وبعدين؟ بقول لك خانتني يا شريف. انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعيه يا ابني. انت عارف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون. انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف. انا ما يتردش عليا. ما تظلمهاش. انت تعرف حاجه؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف اكيد في حاجه. بمر بظروف صعبة جدا. ايوه اعترف انت بيمر بايه؟ قول يا شريف قول ما تواجهنيش يا اخي. بس بقول لك ايه ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحتة الضيقة دي انا مش عارف اتكلم معاك. ما انت يا شريف بقى انا بقول لك انا بشوف البدلة البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف ارجوك ارجوك خف عليا ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه تشرب ايه؟ اي حاجة بريل لو فيه. يخرب بيت البريل اللي انت بتشربه بقى وتقعد بقى حبيبي. اخبارك ايه؟ ولا اسبوع يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنتي يا نيل حولي هات لنا الابادار ده مسلسل تركي حلو قوي انا بحب اتفرج عليه. يلا
شوف يا اخت البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعة احنا في مصيبة وعاوز اتكلم معاكم شوية عشان نشوف حل للمصيبة دي. الله ايه بقول لكم احنا في مصيبة عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل المصيبة دي. عرفنا ان في مصيبة بس لازم نقعد دلوقتي يعني. اه اوكي. الحقيقة انا اسف اللي هقوله دلوقتي بس انا مضطر. بصراحة المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها ان انا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن اكتر. يلا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنياء قوي كده. كنا اغنياء قوي كده، انما دلوقتي اللي حصل حصل، فانا مضطر ابيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعه وتسعه من الحبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه. شقه زايد اول حاجه هتتباع. اه طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على مستر عبد الله. ايوه شقه الزمالك بح. اه اوكي. طب احنا هنعيش في شقه المنيره برضو كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله شقه المنيره فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي قريبين من وسط البلد وضل برضو هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكله مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكله انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضو هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ باتريك. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجه. خد كل سكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنقه. ده العشم برضو يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفيفي قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسله وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده ما ينفعش؟ لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك لعوزه. طيب لمؤاخذه يا جماعه يعني في حد معاه فكة 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس اهي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10 عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظه. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام بليز. راجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجولري ده يا سي عبد ال؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطه بديله. انا ههرب. بكره الساعه 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعه 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جود، ايه الزحمه دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقول لك لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتاخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين؟ هتودينا في داهيه. مثلي، ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطره قوي في التمثيل في المدرسه.
هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. اسكت. تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنة بسرعة، معايا حالة طارئة. حالة طارئة يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقة يالا؟ ايوه معايا بطاقة يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقة على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنة دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا 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 بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقة دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ انا بقى هعرفك انا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط؟ في حاجه؟ بس انت ازاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟